الحاج شنو هي هاد الآلة هذه؟ هذه جديدة تسمى بالنسبة للمغرب عندها جوج سميات، صحاب المرصى المرصويين تيقولوا ليه السنتي، وحنا المراكشيين تنقولوا ليه القنبري. كاين شي حتى يقول ليه جوج؟ لا جوج، كاين اللي تيقول له جوج. والسنتير؟ والسنتير والقنبري. دابا شحال مسمي دابا؟ ثلاثة السميات. ثلاثة وكاين كوكو. وكوكو. كوكو إفريقية. السودانيين الأفارقة هما اللي تيقولوا كوكو. والأعمال ديالو كيفاش تيتصنع؟ من الخشب. وكاين جوج النواع، كاين اللي تيتصوب بليستون بليستون، وكاين اللي تيتصوب بالمحفور بحال هذا. انا ما فهمتش انا دابا، وريني انا المحفور اش هذا محفور قرطة. وريني اش هي القرطة محفورة. هاد القرطة هادي تنمشي نجيب القرطة من السوق، تنشري القراتي من السوق، وتشجرة تكون شجرة وتجيبها قرطة وتتجي على الماكينة وتفصلها، عاد تجيبها وتتحفرها، يمكن لك تزوقها يمكن لك تخليها غير هكا، وتتقعد ليها بالغنجاب والقادوم. كاين المعون باش تتحفر، الدوزان ديالها باش تتحفر، هذا كتخدموا بليستون والكولا. هذا الملاقي تتلاقي فتقية فتقية وتيتلاقاو. هذا شتي دارو كي داير هذا من القرقع، ولكن فتقية فتقية وحدة حدة وحدة. هذا شتي الداخل ديالو كي داير هذا بالفتقية، هذا بالفتقية بحال هذا، وهذا قرطة تتحفر تتحفر، وعندو الدوزان ديالو باش تيتحفر. هذاك محفور بحال هذا دابا، هادو بجوج فتقي وهادو بجوج محافر، ها هو دابا باقي قرطة باغا ما تحفرات، وهذا تحفر وتجلد كمل. هادك شتي كي جاي هذا صفصف، يمكن لك تجي القرقع كاع اي انواع العود، ولكن اللي مشهورين في القنبري اللي مزيان في القنبري هو الصفصاف. من القديم الناس كانوا تيديروا الصفصاف. واش اخر من غير الصفصاف؟ وتولعوا بهذا الشيء. وديك الساعه بدا تولعوا بالقرقع، دابا القرقع النوايي تيعطي لون، تيعطي الوين. تيعطي الوينات. وبهذا الزويق الزويق هاكا من عند الله هاكا مزوخ. يخرج القرقع هاكا مزوخ. كاين اللي دابا تيجيب غير القرقع بحال هكا، القرقع. وهذا العود هذا؟ هذا لارز. لارز. ملقم بالعرعر. باش تعطي هذا اللون احمر. لارز دابا تعطي اللون احمر. ملقم بالعرعر. فيه دابا جوج انواع. والصفصاف فينا هو؟ هذا هو الصفصاف. ومن القديم كانوا الناس تيديروا الصفصاف. تيحفروا بالصفصاف والعصا دفلا. هذا شيء ديالو العصا خفيفة، تتولي خفيفة، تطول. وقول لي دابا إلا كان النوع ديال العود واش يأثر في النغمة ديال القنبري ولا لا؟ هي في الخدمة، هي في الخدمة ديالتو، إنه الإنسان تتولي عنده خبرة، واحد الآلة تتصوبها خصك تاخذ عليها خبرة. باش تتعرف العود النغمه اللي بغا تعطي، اللي بغا يخرج الصوت ديالها، اللي تعطينا لارز. او لا كاين شي فرق بينهم؟ كاين الفرق بيناتهم. اذا العود تاثر على أيه النغمه. اي كاين العود الا درتي في القرقع يعطيك النغمه، لارز حتى هو تيعطي النغمه، تيعطي الصوت. الا جربت تيجربوا الانسان تيعرف الصوت ديالو، تيخرج تيخرج من فوس القنبري مجهد ثاني على الصفصاف. إذا كاين فرق. اي العود تيعطينا تيعطينا نغمة في الأرز في القرقع تيعطي تيعطي كاع عادو تيعطي وسط. مثلا النغمة ديال الصفصاف كي دايره نغمة القنبري ديالها واش مجهدة على لا ماشي بحال. شكون هو اللي كاين النغمة مجهدة؟ الأرز والقرقع.
الهرز والقرقاع تيخو نغمه شويه ناقصه بالنسبه للعود. مع خفيف من العود الا بغيتي تسنطلي تسنطلي في اي اله ماشي غير في ماشي غير في الجنبري. في الجنبري في الكمان في في, في العود القرقاع والارز تيعطيو الصوت اغلبيه في العيدان. نعم تتلقى كاع ظهرو بالقرقاع وبالفراكلي ولا بالنوايه ولا سميتو والوجه ديالو من الارز. لابد يكون العود فيه الارز لان الارز تيعطي تيعطي واحد الصوت حنين بزاف على على هذا الشيء تصفصف. شكون اللي تتكون فيه الخدمه سهله بالنسبه للمعلم في العود في الكنبري في القطر؟ الا بغى يخدم معلم ايوا راه كل معلم وخدمته كيف لا شكون اللي تتكون فيه الخدمه سهله؟ واش القرقاع او الارز ولا كاع الكنبر بحال 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 في الخدمه المعلم هو اللي تيعرف تيتساوى هو والكنبري ديالو الا بغى يخرج منه الخدمه راه غادي يخرجها منه. كاين اللي كاع تعطيه اله تاعت الخدمه الا خدمت بها انا تسمع بها لا عطيناها لواحد اخر تسمع بها واحد يقبضها واحد اخر ما يقدرش عليها تتجي صعيبه تيقول لك هذا القنبري كاع خويا مجهد عليا. وكاين المعلم اللي اي اله عطيتيه تيخدمها. هذا بالنسبه للعود. بالنسبه للجلد اشنو الانواع الجلد اللي تتدار القنبري؟ هو الرقبه الجمل هدينا ترقبه هذه رقبه الجمل هذه وما يمكنش يكون فيها شيء اخر من غير رقبه الجمل. لا 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 الجلدة تجمل وما تجيش فيها تجي رقيقة دابا الرقبة ضروري ضروري وداك بلاصة السنسول نتاع الرقبة نتاع العنقرة خصو يجي مقاد مع العصا هنا علمها خصك حتى تركب الجلدة في القنبري خصك تجيب ديك بلاصة السنسول ديالها هنا في الوسط حتى تركب العصا في القنبري خصها تجي تجي مع العصا ما تكونش مالحه باش حتى ديك البلاصه اللي رقيقه في الجلده تحط تطيح تتبقى هي الجلده اللي غليظه ومع المود ملي تتيبس تترقق حقاش ما تتبقاش كي كانت حتى هي راه تترقق واخا هي غليظه كاع وتخصك تخنزها ما تدي لها شي برادويات ولا تخنزها بلا ملحه بلا والو ما تدي لها لا ملحه ولا والو كي تجيبها من البهيمه تتلويها في الخناشي وتخنزها تتخنز وتنتفها تخليها حتى تيبس حتى نهار تتبغي تجلد وتتهزها تبزقها وتجلد بها. هذا بالنسبه للجلد رانا بالنسبه لهذه هي الدفله حيت خفيفه ما تتدرش لها شي نوع اخر. او دابا دابا حاليا ولاو تيديروا القرقاع تيديروا الليطر تيديروا الليطر تيديروا الليطر تيديروا الفراكلي تيديروا الرخو تيديروا انواع ديال العود وتيزوقوا. دابا شفنا هذه القضيه ديال العصا ديال الكنبري هي هذه هي الجلده هي الرقبه شتي بلاصه السنسول اللي قلت لك هي هذه ايوا راه نهار جبناها ما كانتش رقيقه هكا كانت غليظه مقنفره زوينه. اييه مقنفره زوينه راه كتنسميوها حنا خصها تكون مقنفره ومع المود ومع الخدمه الا جات ديالتنا حنا. راه حنا المصران ديال اللوطرات ماشي تصاوب اللوطره ديال الكنبري الغلمي والمعجن راه وريها لنا هادي هادي تتسمى التير وهذه الوسطيه وهذه التحتيه تير التير والوسطيه والتحتيه وعلاش يلعب المعلم دابا عليهم بثلاثه تيلعب فيهم بثلاثه هذه يمكن لك تصوبها من الغلمي ايوه حيت غليظه وهادو بجوج تصوبوا من المعزي ماشي من الجميله لا المصران ديال الجملي غليظ دابا تنخدموا بالمصران غير البقري البقري لا غير الغلمي والمعزي المعزي والغلمي هاجي هاد لوطرا يمكن لك ديرها بالغلمي فوقانيه فوقانيه وإلا كان المعزي شي معزي
كبير ومصران ديالو غليظ تير منه حتى هادي لان المعزين المصران ديالو رقيق تتصوب منه هاد الجوج الوسطيه والتحتيه ودير تيخصك ليه المصران غليظ تنديروه من الغلمي ولا كان المعزي شي معتروس ولا شي معزه كبيره والمعزي هذاك المصران ديالها غليظ يمكن لك دير تدير منه منه المصران غليظ وتدير هاد ثلاثه طلعوا والعبار شحال العبار ديالو من العصا من الجبح اللوست تركب لوستيه تدير شبر وكل ثاني شبر في العصا لا لا العصا كلها العصا شحال في العصا كلها فيها متر و12 ما تفوت متر و12 هادشي كله حتى تركبها تتخلي واحد 3 سنتيم هنا ولا 4 سنتيم وتتقور التقويره ديال العصا اللي بغات تنزل في الجنبري حيت تبغي دير له طريق خصك دير حتى هما فيها متر و20 متر و30 واخا الوسطيه قلتي شبر على من الجبح من الجبح حتى تعبر عبر شبر وتعاود دير ثاني شبر اخر التحتيه وربعه الصباع بين التحتيه والدير دير اللي هي الفوقانيه هي الفوقانيه وعلاش يلعب المعلم بزاف اش من طرا علاش يلعب عليهم بثلاثة تيلعب بثلاثة اي راه تيلعب فيهم كاملين هاد الصبع كله تيحرك هاد هاد ثلاثة لوطرات وهادو تيلعبوا كلهم هاد هادو السيور هاد السير تيكون من الجلد وهاد الوسطاني تيكون نتاع الخيط السير ديال الصباط السير حيت ما غليظش باش حيت تحط يدك ما تتوصلش الوترة لعند لعند الثوب باش ما تقولش ديك زن تعرق ايه حيت تبغي تركب لوطاري تتسبق الوسطيه هي الاولى وتبع دير هو الثاني عاد تركب التحتيه تركب الوسطيه هي الاولى باش تعطيك الحساب هو الاول عاد تدير عاد تدير الشبر ديالك الشبر ديالك وربعة الصباع وانت تركب التير حيت تركب التير عاد تركب التحتية والتحتية تتزير تتزير تدير تتولي هزة ليه لوطرة ديالتو انه هي دايزة من بين السير ديال التحتية باش ديما حتى تحط عليها يدك ما كتوصلش هي لهاد لوستيا هذا تيتسمى الحمار تا هو ولاو دابا كانوا الناس تيصوبوا من الليمون والليمون مع قشح الى يبس العود ديالو تيقصح وتيطوال تيودي واحد المده ما تيتهرش دروكا ولا تيديروا من الليطار تيديروا من لاكاجو تيديروا من القرقاح تيديروا من الاولي كانوا تيديروا هي من الليمون من الليمون قشح والعصا دفله كاين اللي تيزيدوا السرسره هنايا اييه هذيك تتعاون تتعاونوا هي تتكمل ديك الساعه دروك حاليا ما باقي تيديروا حتى شيء انه تيلعبوا لي فيزيون ولا تيديروا كاع هما لي ميكانيك اييه بحال لا جيتار بحال الجيتار ولا تيديروا لي ميكانيك مشات السرسره وهذاك شت هذاك الكليبري صغير حداك هادي عويشه تيسميوها عويشه هاي تاجي نفس الخدمه اللي تخدم بها عويشه وهادي تيتدربوا فيها اييه تيقصروا بها حيت يكونوا قاعدين بيناتهم محال ولا بالليل ولا بالليل تتسمعها حتى هي بحال السويسي بحال هاد الشيء وطار سويس دي تتغني الملحون ولا يمكن لك تغنيني فيها الملحونية وتغني فيها الحسانية الحسانية داك الشيء ديال الصحراء لي زافريكا والشلحاوي بحال الروادنا هادي تجي من النغمة القناوية الروادنا تاعي نرجعو للقلبري دابا نشوفو المراحل ديال الصناعة ديالك
قلنا تنبداو بالقرطه هي كتجي شجره وتنجيوها نفصلوها تتفصل في الماكينه عاد تجيبها تطورها وتحفرها تراشي بلاصه الحفير وتتبدا تطحن وكتوجد العصا اي توجد لها العصا ديالها لا ما كاين ترن كلشي تنصوبوه راسنا تجيب العود تفلا وتتكركب العصا راسك تصوب العصا راسك وتصوب العصا عاد الجلده عاد تجيب الجلده تخنزها وتنتفها وتجيبها تفصلها على الجبح حيت تركبها حيت تركبها انت راه مقور التقويره بلاص العصا حتى تركب الجلده وتركب العصا باش تنجب مع الجلده عاد تركب تصاوب الحمار وتفيني القنبري وتفيرني فيرني وتخلي هكا تخلي هكا كله وشوتو قال لي كانوا فخدين تيصاوبوا القنبري من العود ديال الكرم كاين هاد القضيه كاينين سيدي الناس اللي صوبوه معلمين قدام ولكن لحد الان انا مازال كاين اللي جا عندي وقال لي تحفر لي القنبري ولكن تنسمع شي بينو الكرمه مسكون وما قدرناش نزعمو باش ايه يا جا عندي شحال من الناس كان الله يرحم المرحوم العربي باطمه كان طلب مني نصوبوا ليه وهذاك ديال الفكرون حتى هو كاين قال لي اي كان اي كان اللي مصوبينه قنبري اي كان تخر كاع في دار با عيوش السلاويه دار با مكي عند احمد باقبو تخر في دار با مكي ديال الفكرون ومشات لي واحد السلاويه هي قنبري كبيره وميبسه ومصوب منها قنبري سلاويه وكان الله يرحم الاولين كانوا هاد الجلده ثاني ماشي بحالنا حنا تنديروا لها المسمار تنسمروها كانوا هما تيديروا لها الشبيكه شنو الشبيكه تيجلد القنبري تيدور دابا الجلده تيدور الجلده على القنبري وتيقلبو ها هو حط دابا الجلده حط الجلده تحت الجلده وتيدور ليها جنابها وتيخيطها بالشبكه تيسير هو هذاك الجلد نتاع الرقبه تيسيرو سيورة بحال هكا وتيبدا يشبك وتيدير منهم الوردات وحده صغيره هنا وحده كبيره هنا وحده صغيره هنا وتيشبك المصران بحال المصران هو ماشي مصران غير من الجلده مصوب هذاك السير وتيبدا يزوق به هذاك هو الكولاج ديالو ومن بعد عاد ولا المسمار عاد دابا حاليا ولا الكولا كاين اللي دابا تيدير غير الكولا ما تيدير كاع المسمار تيجبد الجلده بالقنبه ولكن راه جاي لا كول حتى تلبس الجلده واحد شويه شي نهار ولا سميتو تيحل هذوك العواد وتيقطع تتبقى لا تبقى بلاصتها بالكولا نرجعوا للمساله هو الفورما ديال القنابر تيبان لي شي معلمين عندهم القنابر كبار وكاين قنبري اذا تلقاه عادي بالنسبه للمعلمين الاولين كانوا ما تيفوتوا 56 سنتيم 55 56 50 بحال منسوم بحال كاع هادو ولا با يوسف باقبو الله يرحمه ولا با عبد النبي الغراب ولا المعلم عبد اللطيف سيدي عمر حتى هو كانوا القنابر ولد فضيله الله يرحمه كاع هادو اللي دازوا وقبل منهم ما كانوا تيفوتوا 56 سنتيم وانت تزاد في وحتى التسعينات هكاك من 90 اللور ولا تيجي يقول لك بين القنبري فيه 60 سنتيم تزاد ديك 4 سنتيم والعرض الحلاوه القنبري هي 20 من برا لبرا
من هنا من هنا لهنا 20 سنتيم ما تفوتها، يكون فيه 60 ولا تكون فيه 56، 20 من هنا لهنا، والداخل ديالو راه تبقى لك ديك 18 ولا 17 الا بقات في الداخل ديالو راه تعطي تخرج منها النغمه. هي الجنبري دروك حاليا كل ويدي حتى في هذا الحصور تنسميوه حنا الحصور، كاين اللي الشبر ديالو فيه 22 سنتيم، الا عبرتيها بالسنتيم تتلقى 22، انا يمكن تلقى 21 20. كاين معلم اللي تيجي لي ديالك حتى توصل هنا الشبر ديالو، خصك تزيدو في العصا، نموك الشبر ماشي بحال بحال، وهي بالحساب فين تحط راه تحت ديما في الحصور. واش الجنبري تيتاثر بالمناخ يعني الجو ديال مراكش؟ أيه. يمكن الجنبري يعطي نغمه مع الجو ديال مراكش، والجو مدن الصويره مع الرطوبه اللي فيها. هي أيه الرطوبه كاع البلاد اللي فيها، كاع البلاد اللي فيها البحر، كاع البلاد اللي فيها البحر كاين اختلاف فيه. الجنبري فيها مع بالنسبه لنا حنا هنا مراكشيين، الا بغينا نجلدوا خصنا نجلدوا ديما في شهر واحد الشتوى وقيت البرد، باش تيلا تجينا البلاد اللي فيها البحر يلا تينزل واحد شوي الجلده. وحتى كاع نجلدوا وانت في صويره ولا في طنجه ولا في كازا، وبغيت نجلدوا لك انا في مراكش جلدت انا اليوم ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام وعديتو لك ديتي للدار البيضاء. خصك كي تدخل للبلاد خصك تفزق هذيك الجلده، تعاود تفزقها بواحد شويه ديال الماء حتى تطرخها، وحط الجنبري حتى ينشف، تينشف ثاني على المناخ ديال هذيك البلاد، بس عمر هذيك الجلده ما تطيح. وشحال من واحد كيجي من عندنا حنا الجنبري من هنا حتى يدي للبلاد اللي فيها البحر تطيح الجلده، نوع ما عندوش ديك الفكره باش يدخل الجنبري للبلاد اللي فيها البحر ويعاود يفزق الجلده. تكون جلده الجنبري ولا الطاره ولا التعريجه ولا كي تدخل للبلاد اللي فيها المرصى خصك تعاود تفزق الجلده ترطبها واحد شويه، الا بالحق الا بحر الجلد باقي جديد شي داز عليه عام ولا عامين انت عاد بيتي، الا بحر جلدته بواحد السيمانه ولا اربع ايام ولا خمس ايام وديتيه للبلاد اللي فيها البحر خصك تعاود تفزق ليه الجلده ديالو، باش حتى تيبس تيبس على المناخ ديال البلاد. شكون اللي علمك دابا بالحاجه الصناعه؟ هاد الصناعه انا لقيت راسي باقي دري صغير تنهوى قناوه، شكون اللي علمها هاد؟ وحيد زدت ليها، زدت ليها حتى كبرت. شكون اللي علمها هاد؟ با بلالي الله يرحمه، بلال الله يرحمه، كان صديق ديالي وكانت الحوينيته ديالو قريبه للمحل ديالي انا فين تنخدم طنجة، فندق مولاي الحسن السرسال في الموقع، وكان واحد الصديق حتى هو قناوي الله يرحمه. لا لا بابلالي كان يفضرهم الله يرحمه سيدي محمد، حنا تنقولوا ليه بوب بلالي هو سميتو سيدي محمد، بلال هو سميتو سيدي محمد، حنا تنقولوا ليه بلال بوب بلالي. والمعلمين دابا ديال الجنبري في المغرب معروفين؟ اييه كان الكيماخيين هما اللي كانوا تيحفروا الجنابر، ما كانش واحد تيحفر الجنابر في قناوه، الا كان قناوي وكيماخي ايه عاد جاب السي مهدي النجار هذاك معلم قناوي. فين كان؟ كان في الزاويه تيصوب الجبوحه ديال الفتاقي ومحفورش الكيماخيين. الكيماخيين ناض بوبلالي تعلم له هذيك الصناعه، هو بدا تيحفر الجنابر كاع قناوه ديال المغرب كانوا تيجيو عند بوبلالي الله يرحمه، والمعلم الصامح حيت كان تيصوب القراطي الله يرحمه كيديهم للكيماخيين تيحفروهم ليه، تيحفروا ليه هي تحفروا ليه، تيدي لهم القراطي تيشري القرطة ويديها للماكينة يشقها وتيديها للكيماخيين، تيديها بحال هكا ما مقداش كاع هكا هي قرطة، هي تيجي بالشجرة
الفروقه على جوج تيعطيها لهم هما كيقدوا ليه ديك الساعه الجبوحه. وكاين واحد الشاب في الصويره سميتو زين العابدي. اييه معلم صديق ديالي واخ ديالي هذاك. هذاك من المعلمين ديال ديال القنابر ديال الفتاقي. ما تيصوبش هو المحفوظ؟ لا النهار بدا تنعرف انا زين العابدين تيصوب الفتقيه. ومع الاستمرار ديال سميتو و سميت المعلم الاخر القناوي اللي في الصويره راه كينظرو محمود قينيا. لا لا تيصوب القنابر. عمر الحياة. حياة. حتى عمر الحياة. حتى هو تبارك الله معلم ومولاي عبد الله. مولاي عبد الله. ومولاي عبد الله. المغاري. المغاري. ايه حتى هو تيصوب تبارك الله. ايه. حتى هو في سويرة. قاعد ولاد سويرة. ولاد سويرة مولعين بالقنابر. من تقديم ولكن ما كانوش تيحفروا. الفتقية. الفتقية. ايوا عاد. وطنجه؟ ايوا طنجه ما لا ما عرفتش. التربيضه بطبيعه الحال كان الصام. المعلم الصام تيجي تي من هنا من هنا. حتى كان تيجي وديو من هنا. حتى ولا السي محمد السبب ديالي باش زدت انا لهاد اللي هنا هي تنشوف. با بلالي الله يرحمه وكان واحد الصديق ديالي سميتو احمد كويو الله يرحمه حتى هو. والسبب ديالي باش زدت انا لهاد صوب القنابر. كان باب لالي صوب واحد ثلاثة القنابر وما كملهمش مصطفى بقبو. جابهم ليا مصطفى بقبو وكملتهم لي انا غير بالتجاون. ماشي بالغنجاب والقادومة غير بالتجوينات نتوع طنجرت. كملتهم جا عندي احمد قال لي باب لالي تيسخسخنا وما تيصوب ليناش وسميتو اش دار لك نصوبوا وحنا مشينا شرينا ثلاثه الطوام ديال الصفصاف. يقول لي هاد المعلمين في كل المهنه. اييه شويه المعلم واحد ديك الساعه كان بوحدو تيقوم العباد هو اللي كان مقوم الناس. با بلالي وكان هو اللي مقوم وسبحان الله العظيم كاع اللي صوبه تيسخر فيها الله. باش ما صوبوا تيسخر فيه الله. ولو كنت شتي هذاك الرجل بكي كان تيخدم وماشي شي دوزان. بحالنا حنا دوكا تنزيدو الدوزان تاع طنجرتو. كاين الدوزان دابا كاين شي قادوما شي حاجة. كاين هما عندي هنا. هذا الغنجاب. عندك زرجك هادي. هذا غنجاب. وهذه القدومه هذوما باش تحفر دابا القنبل. حتى تبغي تبدا هكا ديما من هنا ماشي من هنا من هنا. حيد اسيدي هذيك الجلده. دي دراتي انا حركتي لابسه ياك ما درتهم في واحد الجواو نشوف بداتي ها انت سيدي. هذه المرحله الاولى. هذه المرحله الاولى عاد تدورو وتضرب هذا الربع هذا هذا 15 سنتيم تتمشي معاها بالغنجاب حتى تدور وتعاود تقلب للجهه الاخرى حتى تدخل بخمسة سنتيم ولا ستة من هاد الجهة ومن هاد الجهة عاد تدير هاك. هادي تتخدم بها كعر. هاد البلاصة مايمكن ليك تضربها بهاد القادوم خصك تمشي معاها بالغنجاب هاكا تدورها. هذا الداخل. هذا الداخل ساهل تطير الشدايا على طولو وهذه خصك تضربها بالغنجاب حتى توصل للداخل عاد تبدا ديك الساعه خدمه الغنجاب كله حتى تيتصفى
هكا تتم غادي معاك وتتقلع. هاد العود هذا فاش خدام قلتي لي ديراش؟ هذا لازم لقم بالعراه. تيكمل تيولي لك الجبح. أيوه. بحال هكا. كاين دابا اللي يشوف هذا يقول محفور. هذا اللي شوفو يقول محفوظ هو يريستو. ولا بغيتي تزوق تتزوق الزوق باش نزوقو بالتين الليمون والعظم والعظم كوكياج والسلك والسلك, والسلك. بحال هاد العرق الا بغيتي ديرو سلك ديرو سلك. هذاك العود ديال هذا ديال الليمون الا ثاني الا الا بغيتي الا بغيتي تغير اللون ديالو تتقليه في الزيت وتيولي كحل. هذا الزواق. ايه الزواق. والعود الثاني ولا بغيتي علاش اييه ديال اللي بغيتي ديري اي الا بغيتي تسميتو كي قلتي واش تعطي الصوت واش تعطي خص ديما العود ديالها يكون يابس انه الا الا بغيتي كانت تتكون واحد الروح هنا في وسط الجنبري تتكون روح روح واحد اخرى ليه كاين اللي تيدير ثلاثه كاين اللي تيدير جوج انا كاع الجنبر اللي حليت ديال المعلمين القدام داكشي اللي شي معلم تيقول لك ولا بغا يبدل الجلده حتى تحل الجلده تتلقى الجنبري فيه الروح ولكن هذا غير لي ستونات ماشي اي ستونات ولا تم تا الفتقيات تا محفور تا محفور لقيت فيه انا الروح كاينه لداخل في وسط الناس الروح اش تطيف انه تتخرج الصوت لان ديك الروح كتعطي كتعطي كاع لي زانستريمون فيهم الروح العود فيه الروح الكمان فيها الروح البيانو فيه الروح جيتار الكتريك واخا هو دابا الفرق ما بين جنبري ديال معلم بروفيسيونيل قناوي ولا تيدير سبيكتاك ما واحد هاوي توريست ولا شي حاجه هو المساوية ما الفرق بين هادوك المادة ما تتأثر لا ما تتأثرش جنبري هي المساوية انت تتعرف تساوي باش تخرج النغمه واحد هاوي مازال ما حافظش المساويات مازال ما تيعرف يساوي باش يخرج ديك النغمه اللي بغا يدير المعلم انه باقي هاوي بحال تيقرا السولفيج بحال تيقرا الموسيقى خصو يقراها حتى تيعرف عاد ديك الساعه تيولي اليوم على غدا اليوم على غدا حتى هو تيولي تيعرف ما كايناش شي حاجه اللي ما تيتعلمها الانسان ولكن خصو يتعلمها بالمعرفه. كاين واحد قال لي علاش شي كنبري تيقول لك كان عند المنسون تيتسمى البندقي. لوطاري. لوطرات اللي تيتسماو بندقي. علاش؟ دايرين بحر الروميين. بحر الروميه. بحال السبيب. وهي صعيبه قاصحه. كاينو في المعلمين ضروف غير في المعلمين. كاينين اللي تيخدم بها. كاين ديك الوسطيات ديال السبيب. السبيب. اييه تسمى بندقي اييه ديك فاش يقولوا روميه تيقولها بندقيه وما يعرفش يخدم الا ما خدم بيوم وما سبحان الله العظيم هذيك الروميه دروك حاليا الدراري ولاو تيديروا ديال لا جيتار ديال الكونترباز اييه ماشي بندقي لا بندقي تنهضروا ولاو تي نو ديتي الاوروبا المصران مع اللي ميديتي تيكون خدام تتقط عليه تيضطر يدير ديال لا غيتار وهي راه خدو يخرج على الصباع تتخرج على الصباع انه هي قاصحه هذه هي البندقيه مسبيب انه كاع هذوك لوطاري تيتضربوا تيديروا لهم باس لا الصدعه تيتضربوا بالصدعه ولا كان تيضربها الانسان بصباعه ومع طول مع المود راه غادي تدخل له على كان تيخدم بهم مع باس باسكا حتى هو باش بالبندقي
واش ما الله يعلم اش يديروا تيديروا واش عبان كله تبارك الله كاين في الراس تويهاك في تويهاك وديما عندو ديك الساقه ديال الفارماسيان فارماسيان هذيك ديما كيجيبو شكون كون هذا كاين الدراري تيلصقها مع راسو تيجي هذيك سميتها على صغرها هكا و تي واحد هذا شتي اسدي عبد الله اسدي عبد الله اسدي عبد الله شكون محمود في الياقوت اييه انا معاه انت راه سنين ولا تي اسدي عبد الله راه كاين دابا اللي تيديري دوك الضفار الضفار اللي كيديروا السنه دوك 2006 واش لقيتك تما راه جيتي راه جيتي واحد المره الضفار اللي تيديروا العيالات منهم دوك كاين تجي داك الضفر و تيلصقوا بالكولا وهو باش تيخدم بحال عباس باسكني راه كنشرى واحد الصباع كمل بها داك تيشرى عليه داك اتيان جوج ديال ما عنده والو السنه وداك الاخر شرى عليه اييه مع ديك مع اللوطرا راه قاصحه عليه الدوام وتبارك الله عباس كان تيخدم بها شهر وشهر وشهر ونص الليالي تاع الليالي وليله تبع ليله والعشيه وتبارك الله على هذاك الرجل باش يصبر لك العود الكنبري مزيان شنو هي الشروط باش خص يكون العود ديما يابس لا من بعد ما يكونش لميديتي البلاصه ديال الجمال اللي فيها الرطوبه ويكون في الجوا ديالو وساعه ساعات باش ماشي غير الكنبري راه هو محطوط بحال هكا مخشي في الجوا ومعلق ساعات بحال هكا جاو الحباب تجبدو وتبدات تبغي الحين اي راه بغا يدوي حتى هو اه بغا حتى هو بغا يتكلم راه بغا يهضروا هاد اللوطرات راه تيقولوا الكلام تيقولوا الكلام حتى هما بغا يتحركوا ويدويو شويه ويذكروا الله وي السخونيه ديالته اي هما هاد الخدمه هذاك البخورو وهاد الجلده حتى هي الا ما تتحركها بحال هكا وتتنزل عليها راه ما غاديش راه بغا تموت ولا كل نهار ولا يا مرة باش ما تدخل ليه التوريا ولا شي حاجه ما تيديرليش شي ماده ولا لا ما كان هو البخور هذا هو هذا هو البرودوي ديالو هو البرودوي ديالو هو البخور تيحافظ على الجلده تيحافظ على الجلده انه تبقى ديما مبخره وما تتوصلوش شي حاجه اللي بغات شي حشره اللي بغات انه ديما الريحه تجاوي الكحل تجاوي الحمار المسكات ديال الزاوي المكاوي عود القماري بغا توصلوا الحشره ما غاديش توصلوا لا لا زعما تذكر لا وغير في النطق ديالو كنبري غير في النطق هي في الاسم القرقبه راه في مين العود سميتو العود ونقولوا الكمانجا علاش قلنا لها الكمانجا نقولوا لها الكمانج ما يمكنش انه كل اله جا الاسم ديالها لا 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 هذا هو المفهوم ديالها هذه قرقبة علميا انا ما كايناش قرقبة تتسمى قرقبة الا علاش المقدمة تخلي الكنبري حداها في قبل من العادة المقدمة يمكن يكون عندها الكنبري هي في دارها كاين المقدمة اللي تي كان عندها في وسط الحجبة في دارها وحتى يبغي يخدم وديما مع عندها في وسط الدار نهار تيجي المعلم يبغي شي ليله ولا شي تبيت ولا تبيتات الليله تتعطيه داك الكنبري ديالها يدير به البركه عاد يدوز الخدمه بالكنبري ديالو وكاينه اللي عندها كاع في وسط الدار وما يخدم به كاع المعلم المهم يري خرج حتى يتبخر بحالو بحال الحمل وتعاود يرجع تيرجع للحجبه فين دايرها المعلم ما
ماشي بالضروره الكنبري ديالو يخلي في بيت الحجبه الكنبري ديالو. لا 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 امتى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في امان الله. امتى يخليه؟ الى جا فوقيت الذبيحه جا لدار المقدمه جا الذبيحه وذبحوا الذبيحه وقعدوا تيتسارحوا شويه كي ياكلوا وبالليل عنده التبييته كاينه اللي تتدير الذبيحه وفي الليل كاينه الليله قبل من الليله تيبيت تيدير التبييته نتاع هذاك الطبايق ديالها والحمل ديالها وداك الشيء ديالها باقي ليه شي ثلاثه السوايع ولا اربعه عاد بغا يجي يدير التبييته والليله لاش بغا يعاود يدي القنبري الا ما عنده ما يدير به كيدخلوا فين البلاصه المحترمه هي بيت الحجبه تيدخلوا لبيت الحجبه عند المقدمه حتى يجي المعلم يلعبوا ولا ضبامبرا ويلعبوا شا حتى يقرب يبي يفتح الرحبه تيدخل بيت تيبيت مفتوح الرحبه تيبدا من مفتاح الرحبه وتينزل على الطرح ولا جوج وتيعاود يخرج لقاع الدار يقعد مع قناه ممكن 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 ولا اللي احتفظ بشي حاجه اللي بقى عنده شي وعرف ليه القيمه ديالتو يا با بحميد الله يرحمه بقاو عنده الكنابر ديال المعلم دابا كلهم ماشي كلهم نكذب على الله نقول المهم عنده وعنده شي شي حاجه من الكنابر ديال المعلم وهنا غادي يقدر يكون عند احمد حتى هو غادي يكون خلي شي حاجه من ديال بايوس الله يرحمه مصطفى حتى هو ما غادي يمكن ليه ما غاديش يكون عنده بحال السي محمد باعليل غادي يكون عنده شي حاجه من ديال المعلم الصام وكاينين دراري محبين كاع ماشي معلمين قناوه وما تيضربوا ولا قنبري وعندهم القنابر ديال المعلمين اللي ماتوا الله يرحمه غادي تلقى عند حمود ولا تلقى عند بايسمان ولا بحال هادو غادي يحتفظوا بهذاك الشيء انه هادوك حتى هما لا ما كاينش مشكل الحمد لله كيفاش تيتصوبوا حتى تيكمل وكاع ما جبتي الطبوله لهنا يطنبو الطبل حتى هو كيفاش تيتصوب حتى تيكمل حيد حيد هذاك حتى داك الطبل تما هذا ما تيحتاج للكادو هو العدو لا ما تيحتاج بحال هذاك الشيء السهله حتى هي طلع جبد واحد السهله ديك اللي مازال في القنبه وحده مصوبه شير عنده كاع عبد الله نفس العملية هذا سميتو باش يقولوا ليه راه حيد طبل حيد راه حيد عنده جوج سميت حتى هو كاين هذا الصغير هذا الزواقي هذا الطبل وكاين كبر منه طبل فرما غانغا فرما غانغا باش هذا يكون في الراجي وفرما غانغا هو باش تيزوق المعلم خصو يكون كبار من هذا فرما غانغا هو باش تيضرب المعلم وهذا تيتسمى الفراجي وهذه السهله والطراش جوج الحالات باش تيتضرب الطراش راه قتيب راه شي قتيب
هذا القطيب الزيتون يمكن تصوبه من الشوك، وهاجي تصوب من الدفلة من الكرم، هاجي اللي كتصوب بزاف من الكرم السهلة، وهذا تيتصوب من الزيتون قطبان الزيتون. وهادو كاين اللي تيتدار بالدوار، الساعة كانوا تيديروا الدوار تيتصوبوا من الليمون وتيدوروا من الزرع وتيلاقي ايه هاد الدوار هادو الليمون ماشي شي عود لا، تيتصوبوا الصمكات والدوار ديالهم من الليمون، كانوا تيصوبوا الناس منه المياجي ويصوبوا منه. وحيت حنا نيت اللي كنصوبوهم، وكاين حاليا داني ديال الكونتر بلاكي برميل، هذا برميل تلو كونتر بلاكي تجي ليه السمكات الدخلانيين والبرانيين اللي بغيت تكون فيهم الجلده اخت هذه بحال هكا. دونك هادو السمكات الدخلانيين وهادو السمكات السمكات الجلده على برا السمكات السمكات هادو هما بالجلده وتتخيطوا بالقنب المخيط ديال الشبكه قبيله في القنب اييه مخيط وتتركب فيه القنبه وتتبدا تتخيط في وسط الصمكه سبعات الغرزات ميت. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعات الغرزات سبعات الغرزات المعزي ما كاين فيه لا بقري لا غنمي إلا كان ديال أحواش كبير ديال أحواش تدار ليه البقري جلدة على قدها وتتخيطها ماشي بحال هاد الخياطة هادي خياطة تانية هاديك بوحدها هاداك تيسخن على العافية هذا لا هذا وقت ما بغيتي شحال اللي الفورمه القياسات عندو شحال هنا فيه مسامسين كيما بغيتي من 32 وانت غادي حتى 50 55 حتى 60 الا بغيتي 60 نورو ما حدك انت تتزوي وتدخل فين نغمه اخرى تتغير ما حتى غادي تتغير بالنسبه للموسيقى بالنسبه للناس الموسيقيين ما عندهم ما تيزيدوا فيه وحتى في الحجم الدوره ما حدك انت تزيد شحال هنا تقريبا تيكون فيها سنتيم من هنا غتكون فيه شي سنتيم غير مترو هذا راه ثاني صغير شويه ها هو وجهي شي 42 هذا 42 اه ويمكن كيف قلتي يتزاد ويتزاد ايه 42 وتزو تعاود الحنة بدا تيخدموا به قناوة اييه لا ديال حواش بوحدو هذا ديال البرميل ما تيفوتش 41 42 كاع اللي هي برميل ولا ديال الصمكات إلا بغيتي حتى 50 في الدورة تكون 46 48 ماشي بحال البرميل ديال الكونتر بلاكي محدود الحجم ديالو اللي فيه هكاك اللي فيه ومن بعد اللي تيكون نتاع الدوار اللي بغيتي انت اللي بغيتي حتى 60 في الدورة تكون فيه 60 في الدورة كيتدير غير بالقنب ماشي بشي ايوا والقراقيات القراقيات باش حدادين قبل ما تجلدوا خصك تركبهم هما الاولين قبل ما يتجلد باش تركبهم وتتنيهم من الداخل عاد تدير السمطه بالحرف ديالها الحرف الحرف هذا ضروري لي تكون فيه الوداع الوداع ضروري هذا شي تسمى هذا الوداع ومنين تيجيبوا هذاك الوداع هذا الوداع تيجي من لافريك لا منين افريقيا كلها كاع افريقيا كلها فيها الوداع في البحر ولا فيها تيلقوه في البحر علاش ما عندناش حنا ما عندناش حتى
حتى في تونس ما فيهاش. هاد الدعاء شنو هو السنين ولا شنو؟ تيبان لي هنا بحال السنين. لا ماشي سنين. بحال قلتي بحال الكوكياج. بحال الكوكياج. ما تيتحرقش لا؟ لا. لا. هذا كاين واحد الـ واحد الـ سميتو لداخل فوق تيتقب تتهرس فوق. تقبا هي الأولى عاد تتغسل باش يتنقى. وهذا يمكن الا بغيتي يدو هذه الا بغيتي ديرها في الحامض ني في الحامض الدكتور ديالو تيزينوا به الحموله اييه الشواشي الشواشي شكون تيديرها كنا داكشي عندنا داكشي عندنا ندروكم صوب هما مفصلين باقي كاع ما مخيطين لا حرفت هما باقين عندنا مفصلين باقين ما فيهم لا دعاء ولا والو وهما مفصلين مصاوبين هاندا هذا شي تسمى حرف الطبل ديال الطبل حرف الطبل حرف الجنبري ياه ايه دابا اشنو كاين الداخل ديالو لا نيتوب نيتوب من الداخل ديالو كاين يرتب ولا موكيت يكون رطب وتتدير عليه الطرف ديال الثوب في اللوان وتتخيط معاهم اللودع والعقيق تتزوق انواع العقيق وهادو هادو هما من قراقيات من تتركب كروشي ديال القراقيه ولا الطبل بحال هكا انت شتيه هذا سميتو الحرف ها الحرف ديال الخدمه ما جبتيش شي حرفات ها حرفات اخرين وكل حرف والحجم ديالو والتويبات اللي فيه هذا حرفتي يمكن يكون الجنبري والطبل او لا يلبسوه غير القناوي كويو هذا كاينين هذوك ديال الزينه هذو هي الطبوله هذو ديال الطبوله عرفت ايه كاينين ديال الجنبري مسطين ايه وديال اللي بغى يلبس يتحرف بهم القناوي ايه هذوك ثاني بالشكوره ديالهم بالشكوره ديالو كاين اللي تيدير واحد كاين اللي تيدير جوج بالصمطه ديالهم ما كاين كاينين شواجي كاينين هذاك الشيء تنصوبوه راسنا حنا العكاك حتى هما بحال هكا طريفه الثوب ديال الحمر تجي لهم الحمر وتزوقهم بلودا ديال سيدي اييه الكحل تجي لهم حتى هما الطرف الثوب كحل وتزوقوا بلودا ديال الاميره ديال المساويين على حسب المحل التطبيقه كتزين اي الميده تحت العود بالغطا ديالها تحت الكحل بوحدها ديال التميره بوحدها ديال سيدي حمو بوحدها وبالشاشيه فوق منها حتى هي كنصوبو كاع داكشي كاع اللي خص دابا يمالي كاع الحاجه اللي تحت قناويتي لا وصى عليها شي حد راه نصوبو انا عبد الرحمن بقشيش اللي في الدار اييه شحال في عمرك دابا في عمري داخل في 58 سنه وفينا مدينه دزتي دزت في مراكش وعشت في مراكش وبيت نموت في مراكش بقى عايش في مراكش حتى نموت في مراكش واخا نمشي لشي شي دوله اللي ما كايناش في الدنيا ندوز فيها الساعه وخصني ندخل للمغرب لانه ما كاينش البلاد اللي كتهز بيا وكنرتاح فيها قد بلادي وعلاقتك مع الجنبري وهذا الشيء كي تحس انت تخدم في الجنبري وتخدم في الجلد كي تكون الاحساس ديالك لا لا الحمد لله وشكرا لا خير على خير انه ولا طيبه انه ولا هذه المهنه ولات في دمي ما باقيش يمكن لي نستغنى عليها ما باقيش نستغنى عليها حتى طنجرت اللي كاع صنعتي ما بقاتش عندي
الخطا الا جا شي حبيب الله اللي صديق ديالو بغيت نصوب ليه شي بياسه يمكن لي نصوبها، ولكن هذه دابا ولات مهنه ديالي وعطيتها وقتي كله حتى الوقت ديالي عطيتها وما تنخدمهاش غير هكاك سطحي ماشي انه عندي تتسمى ستريمو. واش يمكن يبدع فيها الانسان ويطور هذا؟ اييه يمكن نديروها الكتريك ماشي هكا تراديسيونير بحال هكا تراديسيونير يمكن تولي الكتريك. ولكن يتحيد من الصنو لا تساوي شيء. ويمكن لك تحسن هاد الجنبري هذا يمكن تدخل عليه تحسينات من غير هاد الشيء في الفصالة ديالو ولا في القياسة ديالو. اي شانتيو بحال هاد بحال لقيتينا هادي اليومين حط واحد الشانتيو حدايا هنا واحد القواعد مصور فيه داك الطرف ديال الكرتون عندك الطرف ديال الكرتون شد ليا شي ديال هذا صافي خليه بلاش لا هو غير هنا اجي انا قطع Il cherche la... un croquis de Gondry. J'ai bien remis le micro devant vous. Il nous reste 5 minutes. Je tiens à te chanter. هاد الحجم ما عمرو صوبو شي واحد دابا عاد بغيتي تجربو بغيت نجربو ولكن بغيت نديرو الكتريك بالموتور ديالو بكل شيء ما تيبانلكش بانه هادي الانسان يغير مثلا من نغمات الكنبري ولا الا فتنا حتى درنا ليه ردينا الكتريك الكنبري يبقى في الاثر ديالو الكيسات ديالو ولكن اذا ولا الكتريك يقدر يولي دابا التغيير هي في الفورما مثلا في الفورما دابا يبقى المواد ديالو الاصيليه هاك يمكن لك تغيرو ديرو في هاد يمكن ديرو في شكل اخر ولكن خصو يبقى ديما كنبري يمكن نديروه كاع دائره جربتي شي كنبري على السلاوي ولا دوك بحال هكا لا 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 ياك عند با زومان الله يرحمه اش عنده شحال فيها من اربعه ديال لي كورد هاد زومانه فين كان افريقي مالي وبصير اربعه ما جربتي انت اربعه لا نو هنا المعلمين اللي كيخدموه هما اللي خصهم حنا نصوبوا يمكن لي انا كنصوب الاله نصوبها فيها حتى خمسه لوطرات المعلم اللي بغى يعزف عليها لا با زمان الله يرحمه كان وكيعزف عليه لا بحال لا 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 سامحني يا سي عبد الله با زمان ما كنديرها بلا لا هي هنا لا والو ديرها بحال نفس بحال نفس العصا دايره غير والو سطيات دير جوج سطيات مزاحمين لا وحده هنا نفس الحجم ها زايد وسطية أخرى هنا في العصا نيت وتيعس بيهم وبصير
ومشهور باجومانا ماشي زعما باجومانا مع في افريقيا كلها تيعرفوه كاين تصاور وهاد الوترات ما يمكنش يدير لهم الانسان هذيك الرزينه لا 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 الكوامان لا الجنبري ما لحقاش هذاك انه علاش الرزينه هذوك اللي تيديروا الرزينه انه هذاك هي سبيب السبيب ولا يجي ديال العود زيبات العود هذيك اللي تتكون في القوس تتكون في القوس علاش تيدير هو الرزينه تيديرها للقوس اذا النصران ما تتدليه حتى شي لا 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 تيبقى طبيعي وتدوز واحد الفتره وتتخصك تبدلها الاخ الا كان المعلم تيخدم بزاف ديالها راه غادي تطيب تعاود يخص تدير عماره اخرى لا شكرا على واجب الله يلا ساعة مبروكة يا سيدي محمد الله يلا ساعة مبروكة يا سيدي هادي ساعة مبروكة انا مسيح.